وفي تصريح خاص لمركز الأخبار بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، أكد أن العلاقات البحرينية العمانية متجذرة وراسخة في عمق التاريخ. العلاقات البحرينية العمانية علاقات راسخة متجذرة منذ عقود من الزمن أرساها الآباء والأجداد، حيث تعتبر هذه العلاقة نموذجا مثاليا لعلاقة الأخوة التي تستند على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة وأواصر المحبة ووشاج الغربة، وما يجمع بينهما من تطلعات وأمال مشتركة نحو مستقبل أكثر إشراقا وتنمية مستدامة. بلا شك الترابط بين البلدين الشقيقين منذ زمن الحضارات، وحضارة دولم ولمجان من أشهر الحضارات في العالم، وطبعا تمتد حضارة دولم على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وأيضا حضارة مجان على الساحل بحر عمان وبحر العرب، ويربط هاتين الحضارتين يعني البحر الممتد من الخليج إلى بحر عمان وبحر العرب. كما تحدث سعادة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان حول المستقبل الواعد للعلاقات البحرينية العمانية والتطلعات المتشابهة تحقيقا للتكامل بين رؤيتي البلدين الشقيقين. مستقبل العلاقات مستقبل زاهر وواعد، وهذا طبعا بفضل التوجيهات السامية من القيادة الحاكمة في كلا البلدين، ويعني كما تعلم بأن في آخر اجتماع للجنة المشتركة البحرينية العمانية اللي عقد في سلطنة عمان، وطبعا هذه اللجنة المشتركة منذ تأسيسها لتصبح إنجاز يعني يسجل في سجل الإنجازات بين البلدين الشقيقين، وهذه اللجنة هي قيمة مضافة للعلاقات الثنائية، وأيضا تعتبر الركيزة الأساسية لتطوير هذه العلاقات إلى أعلى المستويات، طبعا وفق للرؤى الثاقبة من القيادة في كلا البلدين. هناك في مجالات عديدة سوف نركز عليها إن شاء الله خلال المرحلة القادمة، تتعلق بالخدمات الإلكترونية، بالتحول الرقمي، في مجال الطاقة المتجددة، في عندنا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كل هذه التقنيات أخذت بعين الاعتبار للمرحلة الجديدة، على أساس نكون هذه التقنيات والتكنولوجيا سوف تساعدنا بإذن الله تعالى لتحقيق تنمية مستدامة شاملة في البلدين الشقيقين. إلى ذلك، أكد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان على انسجام التوافقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة. التوافقات السياسية بلا شك أن هناك توافق فعال ومنسجم بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، هناك توحيد في المواقف السياسية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية، وأيضا في السياسة الخارجية هناك تشابه كبير بين النهج المتبع في السياسة الخارجية البحرينية والعمانية. طبعا السياسة الخارجية البحرينية تنتهج الاعتدال والاتزان وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا نفس الثوابت والمرتكزات اللي تنتهج السياسة العمانية، أيضا لتكريس مبادئ السلم والتسامح والتعايش والمحافظة على حقوق الإنسان، وهذا أيضا يعني نفس المبادئ التي ترتكز عليها السياسة الخارجية في سلطنة عمان. فهناك توافق سياسي واضح، هناك تنسيق فعال، هناك تشاور، والله الحمد أن نحن ماشيين على خطة ثابتة بفضل التوجيهات السامية
في توحيد المواقف بين البلدين في مختلف المحافل. أما بالنسبة فيما يتعلق بالتوافق الاقتصادي فبلا شك أن يعني إحنا نرى أن هناك في توافق اقتصادي من خلال اللقاءات الثنائية ومن خلال مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وأيضا الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في مختلف المجالات.